هني في البحرين وتحديدا في ديار المحرق وبالتحديد اكثر في شاطئ مراسي. مثل ما نعرف ان مهرجان الطعام موجود في هذه المنطقة، لكن اذا زرت مهرجان الطعام شنو الفعاليات اللي ممكن انك تشوفها وتستمتع فيها؟ اذا حابين تعرفون التفاصيل خلكم ويانا. هني في البحرين وبالقرب من مهرجان الطعام ومراسي توجد العديد من الأسواق مثل السوق الصيني والسوق التايلندي، لكن أنا وين الحين؟ أنا متواجد في سوق البراحة، هذا السوق اللي يجمع بين القديم والحديث والتراثي والعصري واللي يوفر لزائريه الملامح التراثية الأصيلة. وطبعاً إذا حبيت أنك تزور مراسي بيتش لا تنسى أنك تزور فيدا منتجع شاطئ مراسي البحرين، بالإضافة إلى ذي أدرس أيضاً هو فندق ومنتجع، ولا تطوف فرصة أنك تتسوق في جاليريا مول. طبعاً مهرجان الطعام يحتوي على عروض حية موسيقية أيضاً، مش بس أكل، لا يحتوي على عروض ويحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج الممتعة.